لجانب لايسن يلعب عرضيه عند المرت فخري هيحط يا ولد على التصويبه يا ولد على الابتدائيه وادي التصويبه واحده والثانيه وادي والثالثه ولكن بساله دفاعيه وتغطيه دفاعيه من دفاع فريق اسوان علق ادم مصطفى عبده في الكوره والمشهد اللي فات شوبير يلعبها طويله جميله في اتجاه فهد رد ادم كناريا اخر وقطع في سايق وتعالى ادم مصطفى عبده ادم يرجع لابراهيم عبود